بلونها الأسمر ومذاقها الفريد، حجزت الكليجة موقعها المميز على الموائد وفي مختلف المناسبات، حيث تعد من الحلويات الشعبية المفضلة في المناطق الشرقية خاصة والسورية عامة. أكلة مفضلة مرغوبة لكل بيت للعيد، لازم كل شخص أو كم عائلة مطلوبة منها الكليجة، خاصة في محافظة الحسكة الكليجة مطلوبة لكافة المحافظات الثانية، وإضافة كل من حاب يسافر على بلد ثاني عم يمتاز بحملة أكلة الكليجة من محافظة الحسكة حصرا. يعد الطحين المكون الأساسي فيها، أما عن سر الطعم فيحدثنا بها أحد أصحاب المحل في الحسكة. الكليجة تتكون من الدقيق والطحين والسمنة والتوابل مؤلفة من قرفة، شمرة، جوز الطيب، قرنفل، محلب، وإضافة للكربونات والماء والسكر والحليب والسمن العربي. قبل الخبزان ندهنها بصفار البيض لتعطي وجه الكليجة لمعة، أو مثل ما نقول تطلع مغرية. في عندنا كليجة في الجوز، كليجة بعجوة، كليجة كعكة، كليجة قسموسة، بعدة أشكال حسب ما نأمن كل طلبات أخواننا مثل زبائننا وشعبنا الكريم. الكليجة مشهورة هون بالحسكة ليس لعيد مثل ما نقول الفطر وعيد الأضحى، هي بالنسبة لها بعياد أخواننا المسيحية، عيد الفصح، وفي أعياد أخواننا اليزيدية كمان، يعني أكلة كل الأعياد مطلوبة. وإضافة الكليجة عم تنطلب مثل أحيانا في الواجبات، لقمة رحمة، فرحة مطلوبة، وعدة موديلات إلها للتوصية. تبقى الكليجة بأصالتها ومذاقها المميز رفيقة الموائد، تبتاع من المحال أو تصنع في البيوت لتكون الحاضرة الدائمة على موائد أهل الحسكة.